السلام عليكم. حزب الله يكشف عن مميزات سلاح جديد استخدمه في استهداف مستوطنة المطلة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نشر الإعلام الحربي في حزب الله يوم الخميس مميزات السلاح الجديد الذي استخدمه في عملية استهداف مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية. وأطلق حزب الله على الصاروخ الجديد اسم S5، حيث قال إنه صاروخ غير موجه من عيار 55 ملي، وذكر أن طول S5 يبلغ 1.4 متر ووزنه 5 كيلوغرامات، مبينا أن مداه يصل إلى 4 كيلومترات. وأفاد بأن الصاروخ S5 تستخدمه القاذفات المقاتلة والمروحيات، مشيرا إلى أنه يعمل بالوقود الصلب ورأسه الحربي شديد الانفجار. وأوضح الإعلام الحربي في وصفه للسلاح الجديد أنه مزود بصمام صدم ميكانيكي. وفي وقت سابق أعلن حزب الله في بيان أن المقاومة الإسلامية هاجمت عند الساعة 1:38 من بعد ظهر الخميس موقع المطلة وحاميته وآليته بمسيرات هجومية مسلحة بصواريخ S5، وأكد أن المسيرة عند وصولها إلى النقطة المحددة لها أطلقت صواريخها على إحدى الآليات الجيش الإسرائيلي والعناصر المتجمعة حولها وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.